سنين وكتير بيحاولوا يقلدوه، لكن واحد بس ما تكررش. معكم جورج قرداحي من حبر سري. جهزوا حالكم إذا بتريدوا. إيه الكابوس اللي خايف منه على لبنان تاني؟ لبنان بحاجة لمساعدة، إخواننا العرب تخلوا عنا، مش بيساعدونا. تقرر وتعترف إنك كنت سبب التوتر اللي حصل بين السعودية ولبنان؟ الحملة علي مبرمجة من قبل ما تنشر المقابلة دي. ليه كل الاضطهاد ده؟ ليه ومن مين؟ أنت إذا بتشوفي النقاشات اللي كانوا عاملينها معايا، تشوفي وجوههم، تشوفي الحقد اللي كانوا بيتكلموا فيه، دول ينتمون كلهم بما فيهم اللي بيقدم البرنامج، دول إخوان مسلمين. إيه رأيك دلوقتي في اللي بيجروا ورا الترند بأي طريقة؟ السوشيال ميديا هي اللي سوقت الربيع العربي، هي اللي عملت الثورات، قتلت آلاف الناس في الشوارع في الساحات. حضرتك قابلت كتير ناس وحكيتي لهم عن مستقبلهم، زبط شيء منهم؟ حصل. استقال جورج قرداحي ولسه لبنان يبقى الوضع كما هو عليه وأسوأ. الإعلامي جورج قرداحي في حبر سري الموسم الثالث مع الإعلامية أسماء إبراهيم الخميس والجمعة 1 و2 ديسمبر الساعة 11 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.